غلاء فاحش لا يمكن أن يطاق أبدا. إذا كان ربطة الخبز صارت 9000، كيف المواطن بده يعيش يعني؟ يعني إلا لما أنت موظف ناس عندك براتب 300000 وما بيكفيهم 5 ملايين لحتى يعيشوا عيشة يعني أقل من الوسط، فعيب، صرنا مهزلي والله ما عاد يطاق. لما المحروقات فصل تدفئة بخمسين لتر شو بدنا نساوي؟ كيف المواطن بده يعيش يعني؟ وكأنه عم يجيب لنا إياهم من بيت أبوه وعم نشتريهم بالغلا يعني. لما أنا والله بدي أشتري بدون مازوت عم عبي جيابي أكثر من 500-600 ألف لروح أشتري بدون مازوت بدفيني جمعة. لا تداوي لا مشافي إلا كل المواطن على حسابه الخاص، لا تدفئة لا غاز. لما قنينة الغاز اسطواني بدها توصل 3 شهور 90 يوم لتوصلنا، والله ما يستحوا على حالهم، عيب يعني، عيب أبدا يعني. يروح ينثبر يفل يشوف له شي طريقة وخلي الشعب يعيش. نحن خلص إنسان فاقد للشرعية للأسف، الشعب السوري مات يعني على الموت البطيء. امبارح الساعة 12 بالليل ببداية شهر جديد، الحكومة الموقرة بقيادة الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد غلت أسعار الخبز والمحروقات. هلق أنا مش متفاجئ يعني، لأنه هالسياسة من 13 سنة لليوم هي سياسة الذل. هذا الحكومة وهذا النظام مثل البنزين اللي تمشي على السيارة، هذا بيمشي على ذل الناس. وإسرائيل فكحت شارب وشارب بيو واحتلت الجولان وقصعت على القنيطرة، هو قاعد ولا كلمة وترك حلفائه ولا عم يتفشش بشار الأسد البطل، عم يتفشش بشعبه بيغلي عليه الخبز والمازوت. سبب وجود ساحة الكرامة اليوم من سنة وثلاث شهور هي القرارات اللي طلعها بشار الأسد بغلاء المازوت، وبعده من سنة وثلاث شهور لليوم صار مغليها 15 مرة. مبسوط الزلمة يعني، هاي سياسته، هيك بيكون رئيس، طول ما ذل هالشعب هو رئيس.